انت عم تساوي رياضة من وش الصبح يا روحي؟ ليك جسمك كله عرق. الشاي جاهز، يلا تعا خلينا نفطر مع بعضنا، شو رأيك؟ بدي اتحمم واطلع، اليوم بدي اروح شوف اللجنة. أنا حاسة إنك عم تهرب يا مهند. بعدين قلي شو فايدة الرياضة يلي عم تعملها على طول؟ أنا خايفة عليك تمرض يا روحي. بعدين نسيان شو قال لك الدكتور وقت يلي خلص انتهى الموضوع، لا بقى تفتحيه. قوم 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 قوم، اطلع بسرعة السيارة، اطلع اطلع، بدك اطلع بسرعة، اطلع اطلع، يلا خلصني. الو الاسعاف؟ لقينا السيارة اللي دعست الزلمة، السيارة بوضع سيء والزجاج الأمامي مهشم، باينتها ضربة قوية. اجت الشرطة. والله ما شفته يا أبي، هو طلع قدامي فجأة، قسما بالله ما كنت ماشي بسرعة بس ما لحقت وقف، ما شفته والله ما شفته. يا ابني انت دمرت له مستقبله لأخوك، والله حرام عليك تساوي فيه هيك، دمرته، بكرة في عنده امتحان. ليش هيك يا ربي؟ وإن كان مخبالنا كل هالشي، هلا شو بده يصير فيك يا ابني؟ كل شي ضاع، كل شي ضاع يا ابني، كل شي ضاع خلاص. يلا قوم يا ابني، لازم تسلم حالك. لا انت المسؤول عن كل يلي صار، لو ما عملت اللي عملته ضربت ابوك، ولو ما رحت على الخمارة وسكرت ما كان اضطر اخوك يروح يركض وراك، وما كان صار هالحادث ولا مات الزلمة. انت دمرت له مستقبله ودمرت حياتنا وكل شي عم نحلم فيه. شو بدنا نعمل هلا يا ربي؟ لا تسلم حالك، قل لهم مو انا، انت شاب ناجح لسه بدك تدرس. الله يخليك لا تدمر حالك يا ابني، انكور كل شيء. الله يخليك لا تروح، لا تروح. عجبك اللي عملته؟ حرام عليك هيك. السيارة إلكم؟ أنا اللي خبر على الحادث، اللي عامله هو ابني. أنا عملت الحادث، أنا اللي دعسته، فيكن تأخذوني. Thank you.
عم تتفرجوا؟ نلعوه، روحوا عبيوتكن يلا. جميلة مهند. جميلة لا تروحي، تعي مهند. مهند مؤيد، ليش الشرطة أخذت مهند؟ أخذوه يا بنتي لأنه عمل حادث بدون قصده. الله يحمي مهند. مهند بعد ما تم تحويلك على اللجنة الطبية، اكتشفنا عندك احتمال عائق بيمنعك من أداء الخدمة الإلزامية. اللجنة الطبية أجرت الفحص اللازم، وهالشي طبعا حسب قانون اللياقة البدنية للخدمة العسكرية. نتيجة التقرير اللي بعتوه قررنا أنه أنت غير مؤهل لأداء الخدمة الإلزامية. غير مؤهل؟ أنا منيح، منيح بقصد يعني بقدر أخدم عسكرية. أنا صحتي فعلا ممتازة. بترجاكم أنا كتير حابب أخدم بالجيش، صدقوني. يعني أنا حابب أني أقوم بواجبي الوطني يا سيدي. الله يوفقكم. أنا بحلم بهالشي من لما كنت ولد صغير. لو سمحتوا، إذا بتريدوا خلوني أروح على الخدمة. أنت غير مؤهل لأداء الخدمة الإلزامية. إن شاء الله ما تكون أمي لساتها فايقة. ما بظن إنه في خطر لأنه الضوء مطفي. طبعاً إذا ما كانت نصبت لك فخ قدام الباب. تعرفي أنا فهمان منيح ليش أمك عم تحاول تبعدك عني. هي عندها أحلام كبيرة من شانك. بس هي ما بتعرف الحلم يلي عندي ويلي أنا عم حاول حقه. أنا بحبك وما رح أتخلى عنك أبدا. كل شيء، كل شيء، بس لهون وبس.